أهلا بيكم. 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة، ولما نقول سياحة يعني مصر أم الدنيا اللي بيجي لها السياح من كل بلاد العالم عشان يشوفوا أثارها الخالدة وحضارتها العريقة اللي في الحقيقة قدرت تجمع بين كتير من الحضارات زي الحضارة الفرعونية والحضارة القبطية والحضارة الإسلامية. واليوم العالمي للسياحة يوم مميز، وعشان كده حلقة النهاردة هتكون مميزة جدا ومن أحب الحلقات لقلبي، واسمع مني الحكاية وما فيها. بصراحة أنا محتارة أبدأ منين ولا منين، وخصوصا إن ربنا سبحانه وتعالى ميز مصر بإن يكون فيها جميع مقومات السياحة الناجحة زي المناخ والطبيعة والموقع المميز اللي مش موجود في مكان في العالم. تاريخ مصر العظيم فيه مزيج من الحضارات والثقافات المختلفة، وشعب أهم صفة فيه إنه شعب مضياف وكريم وملوك الجدعنة بحق وحقيقي. تعالوا بقى نروح جولة سياحية نعرف منها أنواع السياحة في مصر. أولاً، مصر مشهورة بالسياحة الأثرية اللي محدش في العالم يقدر يناقشنا فيها، لأن زي ما قلنا عندنا مزيج كبير من الحضارات. عندنا مثلاً الحضارة الفرعونية اللي موجودة في كل حتة في مصر زي الأهرامات والمعابد والمسلات والتماثيل والبرديات اللي بتحكي عن شكل العالم في الماضي، والجدران اللي منقوش عليها تفاصيل الحياة من آلاف السنين واللي ليها سحر عجيب بيجذب كل الناس من كل مكان في العالم. تاني أنواع السياحة هي السياحة الدينية، لأن مصر بلد حضنت كل الأديان من غير أي تفريق أو تمييز، فهنلاقي في قلب القاهرة موجود مجمع الأديان اللي فيه آثار تاريخية لكل الأديان، وعندنا كمان المعالم التاريخية الإسلامية زي جامع الأزهر والسيدة والحسين وجامع عمرو بن العاص، وعندنا كمان قلعة صلاح الدين، وكمان عندنا المعالم القبطية زي كنيسة القديسة مريم والكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين. ده غير ان عندنا في مصر مسار الرحلة المقدسة للسيد المسيح على أرض سينا، وعندنا كمان في مصر المعالم اليهودية زي معبد بن عازار وحارة اليهود الموجودة في خان الخليلي، وجبل سينا المكان اللي كلم فيه سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى، وكتير وكتير من الأماكن الدينية اللي هتحتاج مننا عشرات الحلقات. ثالث أنواع السياحة هي السياحة الترفيهية. مصر فيها أفضل شواطئ العالم اللي تستمتع فيها زي شرم الشيخ ونويبع والغردقة، واللي موجود فيها كل وسائل الترفيه والرياضات البحرية زي الغطس مثلا، ده غير الخدمات الفندقية العالمية. رابع أنواع السياحة هي السياحة العلاجية اللي بيجي لها الناس من كل بلاد العالم زي عيون موسى في راس سدر وبحيرة عين السيرة اللي تم تطويرها مؤخرا، وعندنا كمان الواحات الداخلة والخارجة في الوادي الجديد ودي بقى شمسها ترد الروح. رابع أنواع السياحة في مصر هي السياحة الرياضية، لأن مصر استضافت كتير جدا من المناسبات الرياضية الكبيرة زي كأس العالم لليد وبطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم للجمباز وبطولة العالم للكيك بوكسينج. إنجازات مصر في السياحة مستمرة وبالذات الفترة الأخيرة زي موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير للمتحف القومي للحضارة واللي اتكلم عنه العالم كله، ده غير ترميم الأثار والمناطق الأثرية بالكامل وتجديد المتاحف وفتحها مرة تانية، وكمان عمل متاحف جديدة وتطوير ميدان التحرير، وكمان بيتم تنظيم معارض خارج مصر للترويج للسياحة المصرية والأثار المصرية. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وزارة السياحة والآثار عاملة حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي للترويج السياحي والأماكن السياحية في محافظات مصر، وده عن طريق فيديو لكل محافظة بيتنشر كل يوم فيديو لمحافظة معينة على مدار 27 يوم، والحملة دي نطقة 14 لغة وبتستهدف شريحة كبيرة جدا عشان تظهر مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية. واسمع مني، مصر بلد سياحي من الطراز الأول، فيها كل مقومات السياحة، وصدق اللي قال مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة، وسواء كنت على ظهر جمل في الهرم أو في الصحراء أو في الواحات هتشوفها جميلة، ولو كنت تحت البحر سواء في البحر الأحمر أو المتوسط هتشوفها جميلة، ولو راكب مركب في النيل
هتشوفها أجمل بلد في الدنيا، وفعلاً أجمل بلاد الدنيا بلدي. بشكر حضراتكم واسمع مني داليا الخطيب.